السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسعد لي صباحكم مساكم ويحميكم يحمينا ويرزقكم يرزقنا ويبعد عنا الأذى وعنكم، قولوا آمين. رجعت لكم أكلة طيبة كتير 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 بكم تحبوها وتعجبكم وتدعوا لي. شو هي؟ كسكس بسبع خضروات مع اللحم. هي أكلة مغربية مشهورة معروفة، مقادير على بركة الله، بسم الله الرحمن الرحيم. عنكم البندورة، كوسا، شايفين شو مقسم هون. عنكم الكرفس، هذا سيلري اسمه. عنكم بطاطا أصابع. عنكم براكلي، جزر، باذنجان، فليفله حمراء، بكل انواع بدكم، فليفله حمراء، خضراء، بردانيه اللي بدكم اياها، شايفين؟ وبصل، عندكم شويه ثوم بدكم للطبخه، بدكم زبيب حاطه على المي، بدكم حمص، هلا البهارات حالكم اياها، ورق الغار، قرنفل، فلفل، ملح، كزبره يابسه، كمون، كركم، وقرفه، زنجبيل، سبع بهارات، بدكم لحمه بعظمه، خروف، بقدونس للطبخه وللزينه، بدكم مي بندوره، ودبس هريسة، هاي معروفة ببلاد المغرب العربي، لكن زمان عنكم دبس فليفلة بيمشي حاله، شايفين شلون؟ والكسكس طبعا، صلوا على النبي وقولوا بسم الله الرحمن الرحيم. هلا ملح وفلفل ونشا معلقة كبيرة وشوية بيكنج سودا حطيتها مشان خلطهم للحمات قبل ما اقليهم بمعلقتين زبدة ومعلقتين زيت زيتون. 3-4 دقائق على هالوش، 3-4 دقائق على هالوش لحتى يصيروا بنيات. بعدين بحط لهم مية، هلا حطينا ورق الغار 10 كاسات مي. هلا بحط البهارات نص معلقة نص معلقة صغيرة على الماشي. هلا بنحركهم، خليهم يغلوا، نستنى عليها شي ساعة وهي مغطية. بعدين قبل ما احط الخضروات باخذ 3 كاسات من المرقة هاي مشان اطبخ فيها الكسكس. بعدين بحط الخضروات لشي نص ساعة تانية لحتى يستوي كلهم. بدأت هاد بنقلي بصلات، حطينا 2 توم مهروسين. هلا شي دقيقة دقيقتين مع البصلات. هلا نحطهم مرق اللحمة، مية تبع اللحمة قبل ما نحط الخضروات مثل اللي حطيتهم لهون الخضروات. هلا بحط الكسكس 1/4 كيلو، خلطهم مع مرق اللحمة وبغطي عليهم وبتركهم شي 5 إلى 10 دقايق بيستوي لحالهم. شايفين حطينا خضروات، رب البندورة ودبس الفليفلة أو الهريسة المغربية من دون ملحة طبعا. الكسكس استوى مع أحلاه طيب كتير. هلا بنحط عليه زبيب والحمص وبالشوكة منقلب هون. خلصت الأكلة، سكبت الكسكس مثل هيك تلة أو جبلة، حطيت عليها حواليها مثل ما شايفين خضروات المشكلة ما أحلاها، وحطيت على وشها اللحم، وهلا بحط عليها شوية مرقة مشان تسقسقها، شايفين شلون؟ وبزينها بكزبرة أو بقدونس. وبصحة وعافية، إن شاء الله تعجبكم، تدعوا لي، لا تنسونا من الشير واللايك والسبسكرايب الدعاء، إذا عندكم سؤال بعتوا لي على اليوتيوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى كسكس وخضروات بلحم.